احنا عايزين نعرف مشاريعكم الجاية ايه؟ ايه اللي مشاريعنا الجاية؟ احنا عاملين برضو حاجة زي بابزي. اوكي بس ده كلام حلو وجميل جدا. لا مش حلو جميل، احنا بنقول على الاضرار يا بنتي. يا بنتي هي مالهاش ضرر قوي يا بنتي، جيم هتبقى مصرية انت متخيلة؟ ايوه ماشي، بس عينينا احنا فعليا نزلناها وابتدت ناس تستخدمها، ابتدى يجي لنا فيدباك عليها. اوكي احنا كنا عايزين نعمل ابو الهول بيتكلم كمان مع الناس. اوكي ويبتدي الناس مثلا يبقى في حد على حصان الستايل القديم، كانها بوابه زمن ما بين الماضي والحاضر. انتوا عارفين عشان في مصر فعلا هي من اقدم الحضارات، وحتى لما بنشوف الافنجرز في بلاك ادم او في سوبر هيرو اصلا لابس لبس فرعوني يعني. فانا بتغاظ جدا ببص بقول له انت مش بتاعك ده انا احنا. ففعلا الموضوع ده حلو يعني، في عندنا ماده خام لحاجات كتير يعني، هيطلع منها افكار كتير. بس احنا فعلا بنحاول ندمج التعليم بالتشويق، ما بنحاولش نخلي مثلا محتوى التشويق لوحده يفسد او محتوى التعليم لوحده يملل. صح. يعني عايزينها حاجه ما بين انا بلعب بس بستفيد ومن غير ما اخد بالي كمان يعني، في الاخر بلاقي نفسي خرجت المعلومه من غير ما اخد بالي وانا خارج مستفيد ومبسوط. صح. كمان ده هيفيد في الطلاب بتوعنا جدا. اكيد طبعا، الناس بتدرس تاريخ لان هي يعني شويه في التاريخ ما بتعرفش تاخد المعلومه صح او تحفظها. صح. لكن اما حد يلعب حاجه لا هيحفظها عن حب. ده حقيقي، حتى في مقوله بيقول لك علموا اولادكم وهم بيلعبوا. يعني قولوا لهم على الاشياء وهم بيلعبوا، حطوا لهم حاجه يطلعوا منها بدرس وهم بيلعبوا برضه. فوجهه نظر جميله بالظبط كده. وكمان عاملين حاجه للاطفال بقى كده الصغيره. ايوه دي ابلكيشن ان هي يبتدي يتعرفوا على التاريخ اللي بيدرسوه من ابتدائي لحد اعدادي. بس هي يعني بس دي لسه تحت الانشاء انا ومحمد.